بسم الله الرحمن الرحيم. ولما كان نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ظهر جده عبد المطلب، كانت تفوح منه رائحة مسكية، وكانت قريش يستسقون ببركته ويستنصرون به إذا أصابهم انهزام. ورأى في منامه سلسلة من فضة خرجت من ظهره حتى بلغت العنانة السماوية، ثم عادت شجرة خضراء فتعلق بأغصانها جميع الأنام، ثم لما أصبح قص ما رآه على أهل المعرفة فعبروها له بالمقالات الحسنية. وقالوا له يخرج من ظهرك ولد تطيعه أهل السماوات والأرض ويكون للناس القدوة والإمام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، الحبيب الذي خلق الوجود لأجله، هذا الحبيب الذي تعطرت الأكوان بعطره، هذا الحبيب الذي مشى جبريل في ركابه، هذا الحبيب الذي أثنى عليه الله في كتابه، هذا الحبيب الذي مشى جبريل في ركابه، هذا الحبيب الذي رقى الطباق بالبراق صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحبيب الذي تشرف بالقرب والتلاق، هذا الحبيب
الذي أثنى عليه الله في كتابه. ليس الكلام يفي وصف جماله ولا اللسان يعي نعت كماله. يا ربي صل على النبي، يا ربي صل على النبي، يا ربي صل على النبي وآله وعلى السادة الكرام خلفائه ووزرائه شفوق حليم، شفوق حليم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات الله وسلامه، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.